أقوى مقشر ومبيض في نفس الوقت. بيجمالورم بنات يقضي على الكلف والتصبغات والحبوب، يشيل السواد ويبيض البشرة. هو عبارة يا بنات عن الخلطة الثلاثية في كريم واحد. إيش هي الخلطة الثلاثية؟ الخلطة الثلاثية بنات هاي كوين ألفا كورت وأكراتين، أو هاي كوين وأكراتين والمكون الثالث اللي هو بيبنثين. هالكريم بنات لي تجربة معاه بالتفتيح ولي تجربة معاه بالقضاء على الحبوب الكبيرة، وكان جدا فعال وقوي. دائما استخدميه بحذر إذا بتستخدمينه. اللي يميز هالكريم بنات إنه يختصر لك استخدام ثلاث كريمات ويعالج لك مشاكل كثير كثير، مشاكل يعالجها لك مرة واحدة. إضافة يا بناتي لأنه سريع نتيجته تلاقينها بسرعة، فعال بسرعة ما ياخذ وقت. فإذا تبين نتيجة سريعة استخدميه. إذا عندك حبوب، كلف، تصبغات، سواد، تبغين تبيضين مناطق معينة، استخدمي هذا الكريم. تكلمت عنه بالتفصيل بفيديو سابق وطريقة استخدامه. ونجي بنات هنا الجل الدفرين، أقوى مضاد للشيخوخة لأنه يحتوي على فيتامين A. يشد البشرة يا بنات، يخلي بشرتك شبابية مهما كان عمرك، إلا أن الكريم هذا رح يقضي على التجاعيد والخطوط. إضافة يا بناتي لأنه يشيل الرؤوس السوداء والدهون المتراكمة على سطح البشرة ويخلي بشرتك نظيفة جلوي تاخذ العقل. أعرف وحدة يا بنات عمرها 38 وبشرتها مشدودة، ما فيها خطوط ابتسامة، ما فيها تجاعيد حول العيون. أنا توقعت روتينها مليون شيء تستخدمه، فسألتها والله العظيم يا بنات قالت لي بس أستخدم جل الدفرين. تخيلوا. طبعا يا بنات الجل مرة رخيص، وقلنا يا بنات إنه يعالج المسامات، يقضي على التجاعيد، يصفي البشرة من الحبوب، وجدا مناسب للبشرات الغير حساسة. أما البشرة الحساسة وتبغى تستخدم الدفرين تاخذ الكريم مو الجل. أما عن طريقة استخدام جل الدفرين أو كريم الدفرين، أنا نزلت يا بنات فيديوهين منفصلات عن طريقة استخدامهم بالتفصيل ومميزات، وأيضا تكلمت عن مميزاتهم وقلت لكم كم الفترة اللي تستخدمينه ومتى توقفينه وكل شيء يخص الكريم والجل، تكلمت عنهم بقناتي. طبعا بنات ضروري تهتمين وتحرصين على انك تستخدمين كريمات تحتوي على فيتامين A المقاوم للتجاعيد والخطوط بعمر صغير، يعني من عمرك 20 سنة تبدين تستخدمين او 18 الافضل. ونجي هنا بنات لروتين الاكراتين. اللي يعرفني من زمان يدري ان انا انسانة مهووسة بهذا الكريم، اعشق اعشق يا بنات، مرة يناسب بشرتي ويخلي بشرتي تاخذ العقل. الكريم مكون من تركيزين، تركيز الربع وتركيز النص. الغامق هو الأقوى والفاتح هو الأخف. المبتدئة تبدأ بهذا اللي هو الربع، واللي خلاص كملت على الربع تبدأ بالنص. طبعا طريقة الاستخدام بالتفصيل تكلمت عنها في فيديوهات منفصلة، تلاقونها في قناتي. روتين الأكراتين يا حلوات من أفضل وأجود وأحسن الروتينات اللي أنا جربتها في حياتي. يشيل المسامات لأني أنا أعاني من توسع المسامات، يشيل الحبوب اللي على سطح الجلد والحبوب اللي تحت الجلد. أنا بشرتي كانت مليانة حبوب تحت الجلد، من اللي صفاها وطلع لي الحبوب وخلى بشرتي تبرق؟ الأكراتين. إضافة يا بناتي لأنه يشيل لك علامات الإرهاق والشحوب والخطوط الرفيعة والخطوط اللي واضحة على بشرتك، لأن في ريتنول. يعني باختصار بنات كأنك مسوية جلسة فراكشنال، كأنك مسوية جلسة نظارة وشد، يعني بوتوكس. قسما بالله يا بنات روتين الأكراتين إن من أفضل الروتينات اللي يحسسك إنك مسوي جلسات بالعيادة ومعالجة بشرتك ودافعة عليها آلاف. راح يخفي لك كل العيوب اللي في بشرتك، كل العيوب اللي تكلمنا عنها اللي منتشرة عند أغلب البنات راح تختفي مع روتين الأكراتين. فعلا يا بنات روتين الأكراتين هو اللي بيخلي بشرتك بشرة الأحلام. إذا تبغين بشرتك تصير فعلا بشرة أحلامك، وإذا أنت ما عندك فلوس العيادات اللي بالألاف المؤلفة أو ما تبغين تدفعين هذه المبالغ عليها، أو إذا أنت عروس وتبغين تعالجين بشرتك من الصفر وتغيرينها 180 درجة، ابدي بروتين الأكراتين وادعي لي. بس إذا زواجك باقي عليه 3 شهور، نصيحة لا تبدين بالروتين لأن مكياجك كله بيتقشر وبشرتك بتلتهب من الميك اب. الفرق بين أكراتين والدفرين، الأكراتين أقوى بكثير من الدفرين. هذا هو الفرق يا بنات بين الكريمات هذه، تقريبا كلها تعالج نفس المشاكل، بس الفرق بالقوة والتركيز والسرعة بالعلاج. أقوى كريم من هالكريمات بنات فعالية اللي هو بيجمانورم، بعده يجي الأكراتين، بعده يجي جل الدفرين أو كريم الدفرين.